إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أقول مستعينا بالله، عباد الله، اعلموا أنه ما نزل مصيبة لا على مستوى فرد ولا جماعة إلا ومرد ذلك إلى الذنوب والمعاصي. قال جل في علاه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ونعفو عن كثير. وقال جل في علاه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بما اقترفت هذه الأيدي من الذنوب والمعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وسنة الله عز وجل لا تحابي أحدا كان فردا أو جماعة في المعاقبة على الذنوب والمعاصي. فما الذي أخرج الأبوين من الجنة؟ إنها المعصية. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه
فقال يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا على أن نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم إخوانكم ولهم من الليل ما لكم، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، جعلوا الله أهون رقيب وحسيب عليهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، أن أجتهد به من الذنوب والمعاصي من الصغائر، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أوقدوا ما أوقدوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب من اجتمعنا بصاحبها تملكه، وإن محقرات الذنوب من اجتمعنا بصاحبها تملكها تملكه. عبد الله، خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. للحديث تتمة بعد جلسة الاستراحة، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يشكو الكثير ضنك العيش وظلمة النور والبصيرة وقسوة القلب، وما علم هذا المسكين أن مرد ذلك إلى ذنوب اقترفت ومعاصي للرب عملت وفعلت. قال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال جل في علاه: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر المهاجرين، يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلموا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسدافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا الفتيان والميزان إلا أخذوا بالسنين وقلة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد، إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. واعلموا إن من أعظم آثار الذنوب على العبد في الآخرة أنها سبب لخروج النار. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. وقال جل في علاه: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومن يكسب إثما، يقول جل في علاه: فإنما يكسبه على نفسه. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. عبد الله، مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا طريق الأحشاء حيرانا، مستوحشا طريق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق، على العصاة ورب العرش غضبانا. يا عبد اقرأ كتابك على مهل، فهل تجد فيه حرفا غير ما كانت،